لو ليا فلوس عند حد معين وقررنا ان احنا نثبت الحق ده بورقة دين، اخد شيك ولا اخد ايصال امانة؟ ولو خدت ايصال امانة اعمل ايه، وايه الطريقة الصحيحة اللي اضمن بيها حقي في المستقبل عشان ما يجيش بعد كده ويقول انا وقعت وانا ما وقعتش؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. الفيديو ده هقسمه على حلقتين. الأول هتكلم على موضوع إيصال الأمانة، إزاي أخذ إيصال أمانة بشكل صحيح. بعد كده عشان اللي موقع على إيصال الأمانة أو المدين ما يرجعش يقول إن أنا ما خدتش ما وقعتش الكلام اللي بيحصل. اول شيء لازم يكون الشخص ده بالفعل خد منك فلوس، يعني انت سلمته فلوس، لان بيجي بعد كده يقول لك ايه، انا الايصال ده سوري، انا ما وقعتش، انتفاء ركن التسليم، النزاع ده مدني. يبقى اذا لو ما خدش منك فلوس باذا دي قصة تانية برضو هنتكلم فيها في مجالها. انت بتاخد ايصال امانة، ايصال امانة عشان الراجل ده خد منك فلوس او انت ليك عنده دين. لما يجي يكتب ايصال الامانه يكتبه ازاي؟ انت ما تكتبش ايصال الامانه، يفضل لا انت ولا حد غيرك، الراجل المدين يكتب ايصال الامانه، اسمه، بطاقته، عنوانه، توقيعه بالاسم مش بالفورم، ويكتب المبلغ بالعربي وبالحساب. اذا لما يجي النهارده يقول لك الصلب، الصلب ده اللي هو ايه، المتن، الموضوع بتاع الايصال، هو كاتب، لان هيجي بعدين يقول لك ده طعن بالتزوير، التوقيع مش توقيعه، الكتاب الصلب مش هو اللي كاتب، مش هو اللي مالي الايصال، يبقى اضمن حاجه طالما هو خد بالفعل الفلوس ومدين لي بدين يملى الايصال، هو استلمت انا فلان الفلاني وبطاقتي ورقم القومي وعنواني والمبلغ بالعربي وبالحساب. وطبعا ايصالات الامانه دلوقتي مطبوعه، مش محتاجه حاجه، انت بتجيب إيصال أمانة من المكتبة وبتملاه، بيملاه المدين، بيملاه. طيب الراجل لو جاء طعن بالتزوير، وبتحصل، يقول لك إيه، أطعن بالتزوير عشان أماطل وأضيع الوقت شوية. موضوع الطعن بالتزوير ما عادش بياخد وقت زي زمان، وطالما هو موقع على الإيصال صلبا وتوقيعا، طبعا التزوير، الطعن بالتزوير بيترفض، وإذا كان واخد حكم بيتأيد. في أي حاجة تتعلق بإيصال الأمانة، إزاي أرفع إيصال الأمانة لو أنا خدت، معلش قبل ما أكتب الفيديو هتكلم برضو على النقطة دي، أنا خدت إيصال الأمانة والراجل رفض يديني الفلوس، عندي طريقتين، طريقة الإدعاء المدني بجنح مباشرة، ودي بتتعمل عن طريق النيابة العامة في صحيفة الدعوة، محامي بيكتبها لك وبتدعي مدني فيها، إدعاء مدني جنح مباشرة، والنيابة العامة بتعلنه وبتحدد له جلسة. والطريقة الثانية ودي أسهل شوية، إن أنت ممكن تروح بدون أي محامي ولا شيء، تاخد إيصال الأمانة وتروح اسم الشرطة اللي تابع للشخص المدين وتعمل له محضر، والقصة بتمشي مع نفسها وبتتابع فيها في النيابة، هتبص تلاقي نزل له جلسة. في الجلسة لما تنزل جلسة تروح تحضر وتدعي مدني، وبياخد حكم. اذا طبعا هيحصل بقى مفاوضات، يدفع لك، تصبر عليه، تقسط، الكلام ده كله، دي الطرق البسيطه وابسط طريقه ان انت ترفع ايصال امانه. لو في اي سؤال او اي استفسار يتعلق بهذا الموضوع او غيره من الموضوعات القانونيه اللي بنتكلم فيها، احنا حاضرين وتحت امر الجميع، ودمتم في رعايه الله وامنه. وقبل ما نقول سلام عليكم، ما تنسوناش من الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.